الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة الأورام. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الجراحة، ومع اسم كبير في عالم جراحات الأورام، تخصصها أو المتخصصة في أورام الثدي تحديدا. كمان النهاردة الحوار له أكثر من شق هام للغاية. أولا، التشخيص المبكر مهم جدا. ثانيا، الأمال العريضة اللي في العلاجات الحديثة بالنسبة لأورام الثدي، اللي أصبحت رحلة علاج أورام الثدي أصبحت رحلة جيدة، رحلة لطيفة، نتائجها مميزة للغاية. ولكن أرجع وأكد تاني على بفرضية التشخيص المبكر، التشخيص اللي في التوقيت المناسب. كتير من النجوم عبر التاريخ أصيبوا بأورام في الثدي. يمكن اللي انتم ما تعرفوش ان الفنانة الرائعة رحمها الله الأستاذة فايزة أحمد، هذا الصوت الكبار، كان عندها أورام في الثدي وفقدت حياتها بسبب هذه الأورام. أيضا برضو من الحاجات المهمة قوي العظيمة، الفنانة العظيمة شادية الله يرحمها، شادية من الناس اللي عانت من أورام الثدي، والست دي كانت عظيمة جدا. شادية من العظماء في تاريخ الإنسانية، يعني لما تيجي تقرأ، لأنها تبرعت أو ساهمت بشكل كبير جدا في تنمية وتطوير منشآت بتتعامل مع أورام الثدي من مالها الخاص. وأيضا هناك نجمات عالميات، يعني مش بس في مصر الكلام دوت، لكن في أوروبا في نجمات لاعب دور مهم جدا زي أنجلينا جولي. يعني أنجلينا جولي عيلتها كان عندها سرطان، هي ما كانش جالها لسه سرطان ولا جالها أي حاجة في الثدي، لكن هي عملت حاجة اسمها جراحة وقائية. هي عائلة كلها كانت عندها تاريخ عائلي بإصابة بأورام الثدي، فتوقعها أو توقعوا علميا بأساليب معينة أنها ممكن يجي لها، فعملت جراحة وقائية أزالت الثدي وعملت جراحة تجميلية في نفس التوقيت. قصص مثيرة ومهمة جدا في عالم جراحات الثدي النهاردة وأورامه، هنستفيد منها جدا مع واحد من الأسماء القديرة البارزة، واحد من نجوم عالم أورام الثدي وعالم التجميل عموما، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي التجميلية والغدد والأورام، معهد الأورام، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية والمصرية لجراحات الأورام، الاسم القدير. أهلا بيك دكتور جمال. أهلا بيك دكتور أيمن، وأهلا بالناس الحلوة اللي بتسمعنا، ونتمنى نقدم لهم معلومات مفيدة إن شاء الله. أكيد. أنا بشكرك إن أنت قبلت الدعوة، وبشكرك على مجهود العلم الرائع جدا المبذول في الفترة الأخيرة. لكن خلينا نبدأ بأورام الثدي بشكل عام. إيه هي أورام الثدي بشكل عام؟ يمكن إحنا لو جينا نتكلم عن مشاكل الثدي، مش أورام الثدي بس، مشاكل الثدي، أظن إن مفيش بنت أو سيدة عانت في حياتها من مشكلة في الثدي، سواء المشكلة دي التهاب أو ألم في الثدي، إفرازات غير طبيعية من النبل، مشاكل أثناء الرضاعة الطبيعية، مشاكل احتقان أثناء الحمل، كل الكلام ده لازم يكون عدى على السيدات. لو جينا نتكلم بقى عن الشق اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، اللي هو الشق المهم اللي هو أورام الثدي، يمكن بنقسمها لحاجتين، ورم حميد وورم غير حميد. لكل حاجة فيهم طريقة في التشخيص وطريقة في العلاج. لو جينا نتكلم عن الأورام الليفية، وهي الأكثر شيوعاً بين البنات، أورام الثدي الليفية، يمكن دي تقريباً 20% من البنات بيعاني من المشكلة دي. وجود كتلة، الكتلة دي غالباً ما بيكونش فيها ألم، بتبتدي تزيد في الحجم، تعمل مشاكل، وفي ناس كتير جداً بيكونوا خايفين منها. الأورام الغير حميدة دي، يمكن الصورة اللي معانا ده الورم غير حميد أو ورم سرطاني، ده بيجي عند السيدات أكتر من 30 سنة ومنتشر أكتر فوق 50 سنة. بيجي في كتلة بتظهر بسرعة، بتبتدي تنمو بسرعة، والمشكلة فيها دكتور أيمن إن هي ما بتوجعش، فبتكون خادعة للمريض. المريض بحس إن في حاجة وبيخش دايما في مرحلة الدينايل، الإنكار، أنا ما عنديش حاجة، إن شاء الله ما فيش حاجة، ونسكت لحد ما المشكلة تزيد، تتفاقم. نسبة انتشار الأورام أو أمراض الثدي عموما، يمكن الأورام الحميدة تقريبا 20% من البنات بيعانوا منها، نسبة عالية جدا. لو جينا نتكلم على الأورام الخبيثة، يمكن سيدة كل 8 سيدات بتعاني من ورم
غير حميد في الثدي او سرطان الثدي. هل الوراثه ليها دور؟ عامل الوراثه موجود لو في خلل زي ما حضرتك تفضلت واتكلمنا على انجلينا جولي. هي كانت عندها اكتر من حد في العيله عنده مشكله سرطان الثدي. بنقول عامل الوراثه لو في اكتر من اثنين قرايب من الدرجه الاولى عندهم سرطان ثدي. ساعتها بنعمل فحص لحاجه اسمها براكا جين. براكا جين ده في منه براكا 1 براكا 2 الريسك فيهم او عامل الخطوره او نسبه الاصابه بتكون عاليه عند السيدات اللي عندهم خلل في البراكا جين. وفي بعض الناس لو في خلل في الهرمونات، يعني حد من يعني سيده تزوجت لم تنجب خدت منشطات كتير بتبقى عرضه اكتر. سيده تزوجت ومش عايزه اطفال في الاول، وده خطا كبير بيقع فيه بعض السيدات، خدت حبوب منع الحمل فتره طويله في سن صغير ممكن تبقى عرضه اكتر للاصابه بسرطان الثدي. في حاجات تانية بعض غير الادويه، الاكلات السريعه، الحاجات اللي فيها مواد حافظه محفوظه بطريقه غير طبيعيه، مريض اتعرض لاشعاع بطريقه معينه، وخصوصا دلوقتي مع وجود تكنولوجيا زياده في شبكات المحمول الكلام ده بقت قريبه من المنازل، بتعرض السيدات للخلل في الجينات ويكونوا عرضه اكتر لاورام الثدي. طيب انا عايز اسال عن اعراض الاورام ونحكي قصتها، لانه لازم يبقى عند السيدات فهم كلمه اعراض. العرض هو بدايه ظهور حاجه غير طبيعيه. السيده او البنت عارفه شكلها الطبيعي ايه، من المفروض بنفحص نفسنا بعد انتهاء البيريود او الدوره الشهريه. لو في اختلاف في شكل الثدي سواء الجلد الخارجي للثدي او النبل او الحلمه ان هي ابتدت تكون فيها افرازات غير طبيعيه او هي بدات تدخل للداخل، ساعتها لا في مشكله. لو في كتله موجوده في الثدي وخصوصا لو ما بتوجعش لا في مشكله. لو في كتله تحت الابط موجوده في ظهرت دي في مشكلة. لو في إفرازات وخصوصا لو لونها دموي لا نخاف ونهتم ونواجه المشكلة، نذهب للطبيب المختص. طب عايز أقف قدام كلمة أنواع الأورام، لأنه دي كلمة مهمة، ولأن الأنواع في صور إحنا عايزين نوريها للناس عشان يفهموا مثل الأورام اللي فيا. الأورام اللي فيا دي زي ما حضرتك شايف معانا كده في الصورة، هي كتلة الحدود بتاعتها مستوية غالبا ما بتوجعش، بتلاقيها البنت بتلاقيها بتتحرك في الثدي. دي حميده؟ دي حاجه حميده منتشره جدا بين البنات، احجامها مختلفه. يمكن في بنات بيبقى عندهم خجل شويه ان هم يواجهوا المشكله، او كان عندي واحده خافت تقول لمامتها هنجيب الصوره بتاعتها ورم زاد جدا. يمكن احنا هنا ده حاله في الاول. الحاله اللي في الاول لما بنيجي نعالجها بنشيل الورم من خلال جرح صغير جدا، غالبا بيكون حوالين الهاله البني على اساس ان احنا نقفله تجميل ما يسيبش اثر اطلاقا. يبقى ورم صغير، عمليه ابسط، جرح اصغر. ده ورم اكتر شويه زياده في الحجم وزادوا كمان في العدد، ثلاث اورام في ثدي واحد. هي بدا معاها بورم ما بداش بثلاثه وبدا بحجم صغير، بس هي نقدر نقول ان هي تدخلت او ذهبت للطبيب المختص او جت لنا في وقت مناسب. لو جينا نشوف الصوره اللي بعدها ورم اكبر، ابتدى العدد يزيد والاحجام كمان تزيد. ده في ثدي واحد؟ ده في ثدي واحد. ده لسه حضرتك هتشوف معانا صوره هتكون مفزعه. ده ورم زاد شويه لكن ما خدش حجم كبير، ده حوالي 5 سم في 6 سم، عامل لها طبعا الم. ده اكبر شويه 7 في 8 سم. كل دول حميده، كل دي اورام حميده. طيب وشايف بقى دكتور ايمن ده حجم بنت ثابت الورم لحد ما وصلنا للحجم ده 15 في 20 سنتي في ثدي واحد. 15 في 20 سنتي ده حجم كبير جدا بالنسبه للورم ليفي، ان هي اهملت ثابت نفسها كذا سنه لحد ما وصلنا لكده. قدرنا بفضل الله ان احنا نشيل الورم بالكامل، لكن الجرح بيكون اكبر شويه، بيتعمل بطريقه تجميليه، لكن هي ثابت نفسها لحد ما الدنيا بقت اصعب. يبقى حتى الاورام اللي هي الليفيه الحميده بتزيد زي ما حضرتك شايف معانا كده مع الوقت. لما نتدخل في وقت مناسب بيكون الموضوع سهل او العمليه سهله للمريض وللطبيب.
والنتائج كمان صورة بدأنا من مثال لصورة صغيرة في الأورام اللي فيها لمثال لصورة ضخمة في الأورام لحاجة سهلة جدا إن إحنا ممكن نشيلها بنج موضعي في أقل من نص ساعة لحاجة تانية لا لازم ندي بنج كامل على أساس إن إحنا نقدر نشيل ورم ضخم بالحجم ده. ده الورم الحميد ده مثلا ورم أكبر كمان يعني بص كمان. حضرتك ده أكبر كمان يمكن ده أكبر ورم ليفي أنا شلته لحالة بس دي كانت هي سيدة بدأ معاها قبل الزواج خافت تعمل عملية قبل الزواج سابت الدنيا لحد ما زادت مع الحمل الهرمونات كمان زادت يمكن العملية دي احنا عملناها وهي حامل في الشهر السادس على أساس إن هي تقدر بعد كده تقوم بالرضاعة الطبيعية وعدت على خير الحمد لله الحمد لله. الورم الخبيث بقى الجانب الآخر الورم الخبيث طبعا هو أخطر لكن اللي أنا عايز أقوله لكل السيدات إن علاجه سهل جدا ونتائجه بقت ممتازة مع الكشف المبكر تعليلي في المرحلة الأولى هتاخدي نتيجة ممتازة نفس نتيجة الورم اللي هو الحميد يمكن ده صورة ورم غير حميد الجزء اللي هو فيه جزء من الجلد ده مكان الخزعة بنحقن إيه؟ لما يجي لي عيان في المرحلة الأولى بحقن صبغة حوالين الورم بتصبغ الورم وبنشيل الورم ده بحد أمان ويجي معانا دكتور تحليل الأنسجة أثناء العملية يأكد إن إحنا شلنا الورم بحد أمان الصبغة دي كمان يا دكتور أيمن بتروح للغدة الحارسة اللي هي تحت الإبط يمكن الجراحات التقليدية القديمة كان لازم الثدي يتشال بالكامل والغدد اللي تحت الباط تتشال بالكامل فده بيخلي المريض يعاني من ألم في الذراع صعب ان هو ياخد حقن بعد كده او يقيس ضغط وممكن يحصل إديمة او ارتشاح في الذراع نتيجه استئصال الغدد دي كلها لكن مع الجراحه الحديثه دي لما بنيجي نشيل الغده الحارسه فقط ونحللها اثناء العمليه طلعت سليمه ما بنشيلش باقي الغدد فاحنا كده بنقلل المضاعفات بتاع العمليه اقدر اعمل لك كده امتى لما تجيلي بدري لما هنا يجي دور الكشف المبكر اللي احنا دايما نقول الكشف المبكر هو حياه هو طريق الشفاء بالنتيجة المثالية لما بتيجي الست بنعملها فحوصات بقى مهم قوي الفحوصات وبنبدأ بفحوصات بسيطة يعني ممكن نعمل لو سنها صغير بنعمل سونار فقط على الثدي لو سنها أكتر من 35 بنعمل ماموجرام الماموجرام ده بيشخص لنا لو فيه كتلة يقول لنا الكتلة ده يمكن ده صورة الجهاز بنفحص بالثدي والإبط ودايما اللي انا عايز اقوله ان احنا لازم لما نيجي نفحص الثديين ما ينفعش نعمل اشعه على ثدي واحد لان لازم نقارنهم ببعض لان في اختلافات شخصيه بين واحده وواحده الاشعه دي بتقول لنا هل في كتله ولا لا هل في كتله في الثدي هل في مشاكل في الجلد هل في مشاكل في النبل او الاريولا اللي هي الهاله البني هل في مشاكل تحت الابط طب لو في مشكله وجود غدد تحت الابط وجود كتله في الثدي في حاجه اسمها بايراد سكور البايراد سكور ده اللي هو ايه بيحط لنا كده درجات اللي هي معامل الشك بايراد 0 1 2 لحد 6 من اول 4 نقلق suspicion 5 نخاف جدا 6 خلاص احنا خدنا عينه وكونفيرمد ان في حاجه طيب الحاجه اللي احنا عايزين نقولها لو احنا الماموجرام شك لازم ناخد عينه في مقوله او اشاعه او انا نفسي اعرف مين اللي بيقولها ان اخذ عينه بينشر الورم ده في كل حته ده في كل الاورام ده الكلام ده في الكبد برضه في الغده الدرقيه في كل حته طب يا جماعه احنا هنعرف ازاي ان الورم ده حميد لا ده دي اشاعه يعني اشاعه نفسي اعرف مين اللي طلعها ما هو من زمان منذ القدم ما تفهمش حد فكر فيها هو في كم اشاعه كده في موضوع اورام الثدي اللي هو العينه بتنشر الورم الجراحه بتنشر الورم طب هنعالج ازاي يعني احنا نشخص ازاي ونعالج ازاي اشاعات غريبه خدنا العينه العينه دي لو الورم حجمه صغير بناخد العينه دي تحت ارشاد الاشعه بياخدها دكتور الاشعه التداخليه لو حجمها كبير سهل جدا انها تتاخد دايركت عادي حللناها قالت ان هي حميده خلاص بنتعامل معاها زي الورم الحميد قالت ان هي غير حميده بندخل على ان احنا نطمن على الجسم نعمل اشعه نطمن على الكبد نطمن على الرئه نطمن على العظام والورم مش منتشر بنيجي نحط بقى خطه العلاج اللي هي بتختلف من مريض للتاني ما ينفعش تيجي تقول لي يا دكتور اصل جارتي عملت كذا او صاحبتي عملت كذا لا هو كل مريض له خطه العلاج لان اللي انا عايز اقوله كمان حاجه يمكن ناس كتير ما يعرفهاش ان حتى سرطان الثدي هو خمس انواع
خمس أنواع. ده بيعتمد على إيه؟ التحليل. هو بيقول لنا في نوع ليه علاقة بالهرمونات، في نوع بنقول عليه تريبل نيجاتيف ملوش علاقة خالص بالهرمونات، في نوع نتيجة خلل في الجينات، كل حاجة ليها حاجة. في بعض الأنواع لازم نبدأ الأول بعلاج كيماوي يقلل حجم الورم، في بعض الأنواع لا بنكتفي بالجراحة والمريض أصلا ما بياخدش كيماوي، بياخد علاج هرموني، حاجة اسمها اليومينال إيه، يعني مش كل الناس بتاخد علاج كيماوي. في ناس بتاخد علاج موجه، ناس تاخد علاج مناعي، ناس تاخد علاج هرموني، في ناس تاخد كله، في ناس ممكن تاخد علاج إشعاعي. يبقى كل واحد بنفصل له خطة علاجه على حسب حالته. سؤالي بقى، خطة العلاج بنعمل فيها إيه؟ احتمالاتها إيه؟ أول حاجة بنتأكد إن الورم مش منتشر بالأشعاعات. الورم مش منتشر بنيجي نتكلم، أنت مرحلة إيه؟ حجم الورم إيه؟ لو حجم الورم صغير وما فيش غدد مصابة بنلجأ للعملية اللي احنا قلنا عليها اللي هي بنحقن صبغة حوالين الورم ونشيل الورم بحد أمان ونشيل الغدة الحارسة. الغدة الحارسة سليمة ما بنشيلش حاجة تاني زي ما احنا شايفين كده، الغدة الحارسة مصابة بنشيل باقي الغدد. دي الجراحة اللي هي التحفظية. طب لو مريض بيعاني من أكتر من ورم في الثدي أو ورم حجمه كبير، ممكن نبدأ الأول بعلاج كيماوي يقلل حجم الورم ده ويمكننا بعد كده ان احنا نحافظ على الثدي. في بعض الحالات ما بنقدرش نحافظ على الثدي، نسيج الثدي كله ملوث بالاورام، لازم هنشيل الثدي بالكامل. انا بحب ايه؟ بحب ان احنا نشيل ونحافظ على الجلد ونعمل اعاده بناء في نفس العمليه. دي الحاجه من الجراحات الحديثه، مش كل الناس بتعرف تعملها لكن نتائجها مهمه جدا، نتائجها ممتازه، لان صعب ان احنا نقول للست ان انت هتفقدي الثدي. لما بنيجي نتعامل مع الورم ونيجي نشيل ورم، ده ورم حميد اللي احنا كنا عرضنا صورته، ما بنستخدمش خالص المشرط، بنستخدم جهاز الكي. يبقى الجراحه مش غلط، الجراحه بطريقه سليمه هو الحل الأمثل، لكن الجراحة بطريقة خاطئة بدون تشخيص في مكان غير مجهز، ما بنشيلش الورم كله، ما بنشيلوش بحد أمان، هو ده الغلط. لكن ما تجيش تقولي لي الجراحة غلط، الجراحة لا، الجراحة بطريقة خاطئة هي اللي غلط. لكن العلاج الأمثل والعلاج الجذري لأورام الثدي سواء حميدة أو غير حميدة هو الجراحة. ما فيش مريض بيخف من غير عملية. تمام؟ حتى لو هنبدأ بعلاج كيماوي في الأول. في سؤالين بقى، هل هناك علاج إضافي؟ إحنا قلنا فيه بس زي العلاج الكيماوي. في علاج، العلاج ده ممكن ناخده قبل العملية، ممكن ناخده بعد العملية. بنلجأ ندي علاج قبل العملية لو الورم حجمه، قلنا حجمه كبير، لو هي حاجة اسمها تريبل نيجاتيف، لو هي محتاجة علاج موجه. النتائج حلوة إن إحنا ندي علاج الأول، وكمان بنحدد الورم ده قبل ما ندي العلاج، لأن في بعض الحالات الورم تقريبا بيختفي او ملامحه بتنعدم، صعب ان احنا نحدده بعد كده. فاحنا بنعمل ايه؟ ممكن نحط كليبس في منتصف الورم على اساس ان احنا بعد كده ندخل على المكان اللي فيه الكليبس ده ونشيل بحد امان حواليه. السؤال اللي هيبقى في صدمة للبعض ويستغربوه، هذه الاورام تأتي للرجال ايضا؟ يمكن ده معلومة ما يعرفهاش ناس كتير، ان سرطان الثدي ده مرتبط بالسيدات. لا، هو بيجي كمان للرجال لكن بنسبة أقل، يمكن واحد في يعني كل 100 ست قصادها رجل، ودايما يجي في رجال في السن الكبير، يعني صعب ان احنا نلاقيه في السن الصغير، مش زي سرطان الثدي في السيدات. يمكن انا كان عندي حالة عندها 18 سنة بنت وجالها سرطان الثدي، انما في الرجال دايما بيجي في السن الكبير. لكن نهتم، يمكن ده لازم كل الرجال تسمعنا كويس، ان سرطان الثدي هو بيجي بنسبه قليله في الرجال بس عارف. لكن بيكون اعنف. ليه؟ لان السيدات عندهم مساحه، حجم زياده، فيه دهون هتقدر تحتوي الورم ده لفتره معينه بس مش فتره طويله. لكن الرجال دايما الثدي صغير، فالحته ان الورم يبتدي يمسك في الجلد او يمسك في العضله او ينتشر بتكون اسرع. فالرجال اي حد عنده حاجه غير طبيعيه، حس بحاجه غير طبيعيه، ما يقعدش بقى ياخد دهانات ومش عارف ايه ويمشي جلديه، لا، نشوف حاجه استمرت اكتر من اسبوعين ثلاثه، لا لازم نهتم ونبحث عن السبب.
كالعادة الحوار معك ممتع للغاية، نورتنا وأسعدتنا بهذه المعلومات القيمة جدا. شكرا لحضرتك ان احنا ان انت اتحت لنا الفرصة ان احنا نقدم معلومات ان شاء الله تكون مفيدة للسيدات وكمان الرجال، وان شاء الله نكون معاك في حلقات تانية بإذن الله. ان شاء الله كالعادة دائما الحوار ممتع مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور جمال البحيري استشاري جراحات الثدي التجميلية والغدد والأورام بمعهد الأورام عضو الجمعية الأوروبية الأمريكية والمصرية لجراحات الأورام في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق. هختم بجملة مهمة جدا، الاكتشاف المبكر مهم جدا جدا لكل الحالات اللي احنا قلناها. أول ما تحس بمشكلة لازم تتحرك على طول، والمفاجأة النهاردة أول ما تحس أنت كمان بمشكلة لازم تتحرك على طول. خليكم مع الناس الحلوة.